مفاجأة. أليكس، لا تقاطعني عندما أعيش حلم اليقظة، عندما أكون بمفردي دعني وشأني. هيا يا مارتي، أردت أن أتمنى لك عيلا سعيدا. هاي، شكرا لك. أوه، هاي، علق شيء بين أسناني وهو يثير جنوني، هل ساعدتني من فضلك؟ لقد جئت إلى المكان المناسب يا صديقي، الطبيب مارتي المشهور متوفر دائما. من فضلك اصعد إلى طاولة الفحص المعقمة لو سمحت. تفضل. لا أرى شيئا. إنه يا يسار. حسنا، لا تتكلم وفمك ملآن. ها هو. ماذا يفعل هذا؟ شيء في الداخل. عيد سعيد. شكرا لك يا أليكس، لقد وضعته خلف السن. أنت الأفضل. لم تعرض هذه على رفوف المتاجر بعد. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا، انظر، إنها تثلج. 10 سنوات، ها؟ عقد كامل، عدد من الرقمين، عدد 10 الضخم. ألا تعجبك؟ لا، إنها رائعة. لم تحبها؟ كان علي أن أحضر لك منبه أليكس، إنه أفضل هدية على الإطلاق. لا، الهدية رائعة صدقا. المشكلة أن عاما آخر يمر وما زلت أفعل الشيء نفسه. قف هنا، اقفز هناك، كل العشب، سر بطريقة عكسية. فهمت مشكلتك. أنفع أن أكون محامية. عليك أن تخرج من هذا الروتين الممل. كيف؟ دعك من عرضك القديم واخرج إلى العالم، من يعلم ما يمكنك فعله. ارتجل، اخترع، كن عفويا. بوم بوم. حقا؟ فلتكن انطلاقة جديدة. جديدة؟ حسنا، أستطيع ذلك. فكرة جيدة.